وشوف شو بصير معك. هلا رح اعمل هون وهي ال 15 ثانيه عم بتمر، رح الفه شوي بس اجهز. اوكي، هاي رسم اول خط. ملاحظين كيف كل الزوايا عم تتغير عشان يقدر يمر من جنبه؟ يعني ثيتا 1 وثيتا 2 كلهم عم بتغير. بعدين هلا عم ننتقل للخط الثاني، بس هذا ما رسمناه لانه اعتبرنا انه ستايلس اوف. هاي خلص النقطة هاي، هلا وصل عند 0.7.5. هلا راح ينزل، هلا رسم خط المفروض يكون. هاي رسم الخط كأنه ستايلس تحت، زي ما حكيت لكم ستايلس اكس لتحت ما لها منطقي، كان الأحسن انه زد يكون لتحت. أنا خليته يرسم، بس هو الأحسن ايش نعمل؟ ما نرسم خط، أخليه كل ما وصل لنقطة يعمل بلوت للنقطة. هاي التحسين البرنامج، هاي احد التحسينات. التحسين الثاني انه فعليا يرتفع عن الارضيه، هو ما عم بيرتفع عن الارضيه، احنا عم نغش هون بالبلوتينج. اذا يرتفع هو عن الارضيه وما يعملش بلوتينج. والتحسين الثالث انه نعملها فانكشن حقيقيه. اوكي ماشي. هلا اذا بتطلعوا هي واضح انه هاي رسم حرف الكي، واذا بتطلعوا تتاكدوا انه هي فعلا بالزد بلين. اذا بتطلعوا من هون هي هاي زد زيرو. اوكي، هي زد زيرو، هي اللي رسمها هون في هذا البلين. رسمها، رسم الحرف كي من البدايه للنهايه، رفعنا البن بس وي تشيتد.